السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك. كيف حالكم يا شباب؟ طيبون إن شاء الله. آسف على الخطأ الفني، بس التايمنج اللي كان فيه إشكالية فسامحوني عليه. طيب، بنكمل محاضرتنا اليوم على اللي بديناه امبارح. بدأنا نتحدث عن الاكسيديشن اوف ذا فاتي اسيد، تحدثنا عن الاكسيديشن اوف ذا ساتوريتد فاتي اسيد، قلنا انه مكونه من اربع خطوات، اثنين اكسيديشن واحده هيدريشن واحده، بعدين ايش تنج ريليز تبعها في الاخر الثيوليز. وكل مره حكينا السايكل هاي ايش معناها، مش سايكل، كل مره البيتا اوكسيديشن هاي شو بتعطينا، بنتج عنها 1 مولكيول اوف اسيتيل كو اي مع 1 مولكيول اوف اف اي دي اتش 2 و1 مولكيول اوف اي من الـ NADH، تمام؟ بالإضافة للمتبقي من الفاتي أسيد اللي بيدخل سايكل ثانية وثالثة وما إلى ذلك، تمام؟ وصلنا الآن حكينا، بدينا نحكي على الأكسيديشن أوف الأنساتشوريتد فاتي أسيد، وقلنا في عنا إكسترا 2 إنزيم نحتاجه، فرح نبدأ الآن بالأكسيديشن أوف مونو أنساتشوريتد فاتي أسيد. وأخذنا الحامض الدهني اللي مكون من 18 كربونة وعنده 1 دبل بوند على الكربونة رقم 9 اللي هو أوليك أسيد أو أوليك أو إيه. أوليك أسيد أو أولية الكو اي زي ما حكينا ركبنا عليه، عنده دلتا 9. يبدأ البيتا أوكسيديشن، فأول 2 كاربونز رح يطلعوا أسيد الكو اي والثانيات والثالثات. لما بيجي على اللفة الرابعة بده يعمل مرة الرابعة بيجد إنه في عنده دبل بوند موجودة وين؟ على الكربونة رقم 9، تمام، اللي هي بالنسبة له شوفوا هنا وين صارت؟ صارت 1 2 بين الكربونة 3 و 4، هي أول نقطة. النقطة الثانية صح، النقطة الثانية إن هي سيس، تمام، والسيس ما بيشتغل عليها الانزيم، حكينا مين تذكروا اسمه؟ هاي شو حكينا هنا يا شباب؟ انزيم الانويل، اوكي، بيشتغل على الترانس، تذكرينه هذا الانزيم؟ هذا هو الانزيم، تذكرينه؟ ايش بيشتغل هذا شباب؟ حكينا بس عشان اذكركم مش الهيدراتيز، ايش هذا الانزيم الاول هيدراتيز، الثالث بيشتغل على مين؟ حكينا ايش بده يشتغل هذا صاحبنا، تمام، اوكي، الله يرضى عليكم. فبدنا ننتبه، فلازم نحولها لترانس، اوكي يا شباب. هنا هي سيس فلازم نحولها لترانس، فبنحتاج الى انزيم اكس اضافي، تمام يا شباب. اوكسيديشن ريكويرز ان اديشنال انزيم اللي هو الانويل كو اي ايش اللي هو الايزوماريز. ايش بيعمل الايزوماريز هذا يا شباب؟ كونفيرتس السيس، بيحول السيس ايزومر لترانس ايزومر، اوكي، اللي هو نورمال انترميديت في البيتا اوكسيديشن. فهو لاحظ بيحول السيس دلتا 3 الى ترانس دلتا 2. بنعمل شغلتين هذا الانزيم، ايش عمل يا شباب؟ حول الدبل بوند ما بين الكربونه 3 و4 الى الكربونه 2. النقطة الثانية حولها ايش يا شباب؟ من سيس إلى ترانس. هلا هذا ايش ماله؟ سبستريت للإنزيم اللي بعده، فبيكمل البيتا أوكسيديشن، تغلبنا إذا على مين؟ على الدبل بوند عن طريق الأيزوماريز، أوكي يا شباب؟ هذا بالنسبة للمونو أنساتشوريتد فاتي أسيد. وات أباوت ذا بولي أنساتشوريتد فاتي أسيد؟ البولي أنساتشوريتد فاتي أسيد لو أخذنا هناك كان اوكي، هنا عندك لينوليك اسيد، انتبه للاسماء عشان ما تغلطيها. هنا ايش في عندي؟ اوليك اسيد 2 18 كربون، بس هذا عند مونو انساتشوريتد، وهذا صاحبنا ايش هو؟ انتبه معي، لينوليك ايش هو؟ لينوليك اسيد اللي هو كم؟ 18، ولكن عنده ايش يا شباب؟ 2 دبل بوندز على 9 و 12. اوكي، لما بيبدا البيتا اوكسيديشن اول لفه از اوكي، والثانيه والثالثه نفس الوضع. لما بده يبدا الرابعه راح شو يصير في عنده يا شباب؟ عنده دبل بوند بين الكربونه 3 و4 اللي هي البيتا كربون تبعنا، صح ولا لا؟ بين 3 و4 وهي ايضا ايش؟ بدها تكون سيس، تمام؟ فما راح يشتغل. شو بيعمل؟ على طول بيشتغل الايزوماريز اللي شفناه قبل شوي، بيحولها من سيس الى ترانس بين 2 و3 اللي حكيتها قبل شوي، اوكي؟ شو بيعمل؟ بيحولها الى هذا الشكل اللي هو بين 2 و3 وبتكون ترانس، بيشتغل عليها الانزيم اللي هو التالينويل، اوكي؟ فبيشتغل الاسيد وبيطلع جزيء الاسيد الكو اي كلفه اخر. هلا الاشكاليه وين؟ لما بيجي بيكمل في المتبقي من هذول ال10 كربونات، بيجي بيبدا يشتغل صح ولا لا؟ بيعمل اول اوكسيديشن،
ينتج دبل بوند بين الكربون الثانيه والثالثه، مظبوط؟ هذا انتجها بعمليه البيتا اوكسيديشن، اوكي. واصلا في واحده موجوده بين أربعة وخمسة، هنا في عندنا اشكاليه، ما راح تمشي البيتا اوكسيديشن، اوكي. لانه صار في عندي تو دبل بوندز وبينهم ايش؟ كربونه واحده بس، يعني شوف اثنين وثلاث وأربعة وخمسة، ما فيش عندي انزيم بيشتغل هنا. قلنا اصلا في الدبل بوندز، لما حكيت تتذكروا في الفورميشن اوف دبل بوندز حكينا، لما حكينا على الانساتشوريتد فاتي اسيد، على الاقل في كربونتين بين كل دبل بوند والثانيه، هنا فيش ولا كربونه، ثلاث واربع، تمام؟ الكربونه اللي بعدها. فشو لازم نعمل؟ لازم نتغلب على هذه المشكله. في عندنا الانزيم اللي هو ايش يا شباب؟ 2-4 داينويل كويل، اللي هو الريدكتيز، الانزيم الثاني. شو بيعمل هذا الشيء؟ بيعمل كمان نفس الوضع يا شباب. اوكي طيبين، شو بيعمل؟ بيوحد التنتين تو دبل بوندز، بيعملهم دبل بوند واحده بين الكربونه ثلاث واربعه، تمام؟ وبيخليها تكون ايش يا شباب؟ ترانس دلتا 3. اذا عندك انت كان عندك ترانس دلتا 2 وسيس دلتا 4، السيس هاي دي طبيعيه، اوكي، وهي اللي عملناها في البيتا اوكسيديشن. هذول التنتين ايش مالهم؟ تو دبل بوندز، ما بيقدر يشتغل عليهم الانزيم اللي بعد في البيتا اوكسيديشن، صح ولا لا؟ فبيجيب الريدكتيز انزيم صاحبنا هذا، ايش بيعمل؟ بيوحد التنتين دبل بوندز الى 1 دبل بوند، وبيخليها بين الكربونه 3 و4، بدل 2 و3 و4 و5 خليها بين 2 و3، اوكي يا شباب. وايضا بيخليها تكون ترانس. هذا الانزيم من ميزته بالاضافه لذلك بيحتاج يا شباب لمين؟ الى بما انه بده يعمل ريدكشن، فبده يضيف الكترون او بروتون، صح ولا لا؟ منين بده يجيبهم؟ عنده ال NADPH، واضح؟ عنده ال NADPH، كثير يا شباب. المركب الناتج يكمل عليه ايش؟ هلا اللي ناتج، لاحظ هذا دلتا 3 ترانس، احنا ما بيشتغل عندنا في البيتا اوكسيديشن الا مين؟ بدنا نحوله لترانس دلتا 2، فبيشتغل الايزوماريز مره ثانيه. اذا في البولي انساتشوريتد بيشتغل الايزوماريز اول مره، وبيشتغل الريدكتيز، واشتغل مين يا شباب؟ الايزوماريز مره ثانيه. طب لو في ثلاث اربع دبل بونز هكذا نفس الوضع، بتصير عمليه البيتا اوكسيديشن، تمام؟ وبنكمل العشر كربونات بنحولهم الى خمسه اسيد الكو اي، وهكذا بتتم العمليه. اذا انه هيك اسيد لينويل كو اي اللي هي دلتا 9 12، اوكي، ايش ماله؟ بده لينويل ايزوماريز، وبده ال NADPH ديبندنت، بيعتمد اللي هو ايش؟ الريدكتيز انزيم. The combined action of these two enzymes convert شو حول؟ الترانس دلتا 2 والسيس دلتا 4 زي ما حكينا، داينويل كو اي انترميديتس تو ذا ترانس دلتا 2 في الاخر. عمل هذا طبعا، هذا عمل الانزيمين مع بعض، اوكي؟ اللي هو الريدكتيز، وبعدين كمل مين؟ الايزوماريز تحولنا الى ترانس دلتا 2، بكمل بعدين البيتا اوكسيديشن، اوكي طيبين؟ باختصار شديد. What about the oxidation of the odd number fatty acid؟ الاحماض الدهنيه اللي عندها odd number من الفاتي اسيد، odd number من الكربون اسف. نفس الشيء يا شباب، مثل الساتشوريتد مثل الانساتشوريتد، ما في مشكله. اخر اشكاليه عندنا، وهي مش اشكاليه طبعا، اسف، يعني اخر نقطه اللي فيها فرق، انه اخر لفه اذا بتتذكروا كان يكون في عندنا اربع كربونات، مظبوط؟ الاربع كربونات كنا على طول بنعملهم لايش؟ تو كربون مع تو كربون، يعني تو اسيتين كو اي موليكلز راح ينتج، صح ولا لا؟ هلا هنا في الاود نمبر اخر لفه كم كربون راح يكون فيها؟ خمسه. فشو راح يصير؟ راح تمشي بيتا اوكسيديشن، راح يعطيك 1 اسيتين كو اي، راح يعطيك مركب ثاني مكون من ايش يا شباب؟ من ثلاث كربونات. اخر لفه الناتج النهائي في مركب راح يكون بثلاث كربونات، بنسميه بروبيونيل كو اي او بروبيونيك اسيد، واضح؟ بروبيونيل كو اي او بروبيونيك اسيد. طب هذا البروبيونيك كو اي او البروبيونيك شو بده يصير له؟ نفس الوضع، ما راح نتخلى عنه ولا راح نرميه، بالعكس ممكن نستخدمه لانتاج مين حكينا؟ الجلوكونيوجينيسيس، يكون احد مصادر انتاج الجلوكوز في حاله النقص، او انه يدخل مين يا شباب؟ الجلايكوليسيس، او حسب حاجه الخليه، يعني الديبنس، اوكي؟ بلاش نحكي جلايكوليسيس هنا، ما راح، لانه راح يعدي عليك جلايكوليسيس، اسف. ندخل هسه بنشوف كيف ندخل التي سي اس سايكل. الموست دايتري فاتي اسيدز ار ايفن، ولكن في حكينا ايش عندنا؟ اود نمبر فاتي اسيد ممكن تجينا من البلانتس او من الاغذيه البحريه، تمام؟ بكون في عدد الكربونات فردي. الناتج النهائي راح يكون عندك اسيتيل كو اي بلس ايش؟ 1 بروبيونيل كو اي. يعني لو جبنا لك سؤال الحامض الدهني 19 كربون، شو نواتجه النهائيه؟ حدا بيعرف يا طيبين؟ يلا نشوف مع بعض. كم جزء اسيتيل كو اي راح ينتج؟ ممتاز. النواتج النهائيه لهذا التفاعل كم؟ اول شيء كم لفه بده يلف هذا عشان تكون عارف؟ قلنا على اثنين، هذه لانه فردي مش راح يكون ثلاث لفات ونص، هذا بلف ايش؟ ثمان لفات يا ابني. ليش سبعه؟ سبعه في اثنين 14،
8 في 2 صح ولا لا؟ لو افترضتوا انت 18 على 2 ناقص 1 بده 8 لفات، بده 8 لفات. اذا الناتج النهائي دايركت لحضرتك بتعرف انه في 8 NADH و8 FADH2 مظبوط، و8 ايش المفروض يكون في عندي 9 6 الكو اي مظبوط، بس انا عندي ايش ظل في كربون لانه 9 في 2 18، فبيكون في عندك ايش 8 اسيت الكو اي واحد ايش بروبيونيل كو اي. تمام عشان تكونوا عارفين. فهذا طب اعرف ما هو من العدد يا ابن الله يرضى عليك زي ما بدك انت زيد واحد او نقص واحد. لما بضل ثلاث كربونات ما في لها لفه يا ابوي، الثلاث كربونات هي لفه واحده. تمام ما ينفع 9 ونص، احنا قلنا لك عدد زوجي لازم يكون، نقص كربونه وقسم بيطلع 8 لفات، بس اخر لفه ايش بده يكون فيها؟ مركب ثلاثي. مركب الثلاثي ما بدخل لفه، يطلع معك كربونتين وكربونه، فبيطلع كمركب واحد اسمه بروبينيل كو. شو بتعمل له الخليه البروبينيل كو؟ عن طريق انزيم اللي هو الكاربوكسيليز، بروبينيل كو كاربوكسيليز اوكي، بنحوله من مركب ثلاث كربونات الى مركب مكون من اربع كربونات اسمه مثل مالونيل كو اي، عن طريق الانزيم بروبينيل كو اي كاربوكسيليز. هذا الانزيم بيحتاج دائما الكربوكسيليز، بتحتاج البايوتين، وبده مصدر للبايكربونيت اللي هو البايكربونيت كمصدر للسي او 2 اللي اضفناها هذه اوكي، بيحتاج البايوتين وبيحتاج الى طاقه للاي تي بي. هذه الكربوكسيليز انزيم حولناه الى مركب مثل مالونيل كو اي. المثل مالونيل كو اي اللي تكون هو دي 4 اوكي ايزومر، ما بينفعنا. تمام الايبيمر هذا دي بنحوله الى ال 4 عن طريق ايبيمريز عادي مثل مالونيل كو اي ايبيمريز اوكي. بس لانه ليش؟ عشان حد سالني هذا السؤال بقى. الانزيم اللي بعده اللي هو لاحظ المثل مالونيل كو اي ميوتيز يحول المثل مالونيل كو اي الى ساكسينيل كو اي. وايش هو ساكسينيل كو اي؟ It is an intermediate in the TCA cycle. واضح؟ اذا كمان هذا هي استفدنا منه. اوكي الميوتيز بيشتغل على ال، لذلك ايش يا شباب زي ما انتم شايفين شغلنا الايبيميريز حول من دي سيرو ايزومر الى مين؟ الى ال. اوكي؟ اذا العمليه هاي كلها تتضمن ايش كاربوكسيليشن حيث ننتج المثل مالونيل كو اي، وبعدين نعمل ايش ايبيميريزيشن ايزومرايزيشن تنتين ونحوله الى مين للساكسينيل كو اي اللي هي ايش ايش ليش ما يحول اللي يا شباب هذا الانزيم ستيريو سبيسيفيك للالفو للايبيمر ما بيشتغل على الدي خلصنا، لذلك لازم نحوله من دي لال حتى يشتغل عليه هذا الانزيم. هذا الانزيم اللي هو الميوتيز لاحظوا ايش بده، لا تنسى بده البي 12 انزيم از البي 12 فيتامين از كو انزيم. اوكي طيبين طبعا يا شباب احنا مش رح ندخل بكيمستري وايز ليش حولوا من دي ل ال. تمام السبب في ذلك ايش؟ اول الانزيم اللي هو هذا بيشتغلش الا على ال، اثنين يبدو الدي ما بيقدر نحوله الى الشكل اللي هو الساكسينيل كو اي. تمام الله يرضى عليك. لاحظ هنا الساكسينيل كو اي مثل مالونيل كو اي هنا ال4 مثلا ايوه شايفين على الكربونه رقم 2 عليها الكربوكسيليك جروب مع الكو انزيم اي. بالساكسينيل كو اي ايش عملنا؟ حولناها للكربونه واحد. تمام هذا اللي صار يعني الله يرضى عليكم. ايش؟ لانه اضفنا كو انزيم اي يعني غيرنا ترتيب بس الذرات، فهذا كيمستري وايز يعني use mutase with only L or just this case. هلا هون in this case الله يرضى عليك in this case يعني خلينا نحكي هون in this case كنا بنحكي على this case الانزيم بيشتغل على ال ما بيشتغل على الدي يعني. بس دكتور ممكن تعيد كيف جات 8 لو سمحت يا ابوي هم مش 19 صح ولا لا؟ بدنا نقسم 19 بده يطلع عندك 9 اسيتيل كو اي صح؟ زائد 1 كربون، ما في عندي كربونه واحده لوحدها بتنجد راح تكون ناتجه، فشو بنعمل؟ بدل ما اخر لفه يكون في واحد اسيتيل كو اي اللي هو في كربونتين صح؟ بيطلع كمان واحد مركب فيه ثلاث كربونات اللي هو بروبيونيل كو اي، بس هي فقط لا غير. يعني انت ممكن تشيل مركب ثلاث كربونات والباقي تنتج منه اسيتيل كو اي، هيك بالحسبه يعني شيء بسيط جدا يا شباب. الفاتي اكسيد اوكسيديشن ان بيركسيزوم، ايش هو البيركسيزوم يا شباب؟ البيركسيزوم هي عباره عن عضيه من عضيات الخليه، اخذتوها في البيولوجي مش رح ندخل عليها بالتفاصيل. وظيفتها الرئيسيه ايش؟ في عمليات الديتوكسيفيكيشن تخلصنا من الفري راديكلز ومن بعض المواد السامه،
ايضا لها دور يا شباب ايش؟ انها تعمل اوكسيديشن للفاتي اسيد. بس اي فاتي اسيد اللي بتعملهم اوكسيديشن؟ تعمل لنوعين من الفاتي اسيد. اول نوع بتعمل بيتا اوكسيديشن لمين؟ للفيري لونج تشين فاتي اسيد اللي هم حوالي 26 كربون فما فوق. ليش؟ السبب في ذلك انه الميتوكوندريا ما عندها الانزيمز اللي تقدر تشتغل على هذا العدد من الكربونات. وضحت؟ لذلك استعضنا عنها بتروح على البيتا بتصيرها بيتا اوكسيديشن بدايه وين؟ البيروكسيزوم، والمتبقي من الفاتي اسيد يروح وين؟ بيكمل في الميتوكوندريا. النوع الثاني اللي هو بنسميها الفا اوكسيديشن. الالفا اوكسيديشن بتتم لمين يا شباب؟ للبرانش تشين فاتي اسيد. البرانش تشين فاتي اسيد ايضا ايه زي الفايتانيك اسيد، هذا مثالين عليها، ولا بريستانيك اسيد، هذول بيروحوا على البيروكسيزوم بيصير لهم الفا اوكسيديشن بنسمي العمليه. بعد كده المتبقي منهم بيروح على الميتوكوندريا بيكمل بيتا اوكسيديشن عادي. لاحظ less common fatty acids obtained from عادة نأخذ هذول من وين؟ النوعين من الفاتي أسيدز من dairy products، من المنتجات الألبان اللي احنا بنأخذها من المشترات، من الأبقار، من 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 إلى آخره. السبب في ذلك إنه هذه الكائنات ممكن يكون عندها هذه الأحماض الأمينية، وأيضا المنتجات البحرية زي الأسماك، أوكي، يكون عندها هذه الأحماض الدهنية أسف، تمام، بتوصل لجسمنا. في جسمنا كيف بدنا نتعامل معها؟ عبارة عن مركب دخل على الخلية، إيش الخلية بدها تسوي له؟ بدها تتعامل معه، أوكي. Their catabolism requires several additional enzymes. للأسف الشديد إنه هاي الإنزيمز موجودة وين؟ مش موجودة في الميتوكوندريا، من حسن حظنا موجودة في البيروكسيزوم. أوكي؟ البيروكسيزوم لاحظ كمان بيبدأ يعمل بيتا أوكسيديشن، ألفا أوكسيديشن، وبينتج أسيت الكو إيه. أوكي؟ ولكن للأسف الشديد البيروكسيزوم ما عنده إيش؟ تي سي إيه سايكل إنزيمز. بالتالي الأسيت الكو إيه إيش ماله؟ ما راح يصير له كومبليت أوكسيديشن. وننتج منه طاقه ونحوله الى سي او 2 زائد انرجي. بالتالي البيروكسيزوم ما بينتج طاقه، بس بينتج اسيت الكو اي وسي او 2 مع السلامه، والمتبقي من الحامض الامين. سن لونج تشين اور البرانش فاتي اسيدز ار كاتابولايزد لمين؟ لشورتر تشين برودكتس ساتش از هيكسانويل اسيد او مثلا اكثر، ويتش ار اكسبورتد لمين؟ بتروح على الميتوكوندريا، وبده هناك بصير لها كومبليت اوكسيديشن، بيتا اوكسيديشن كامله، وبتدخل التي سي اي سايكل. تمام. هلا الاسيت الكو اي والسي او 2 الخليه بتتعامل معهم حسب حاجتها، الله يرضى عليك، كنت وري اباطط. طيب واضح الكلام اللي حكيناه يا شباب؟ لما بصير عند الانسان نقص في الجلوكوز الدم، اوكي، بنزل مستوى السكر في الدم، بصير الجسم بده يتعامل مع هاي الحاله ايش؟ من خلال ايش؟ بتقول يلا بده يشغل الجلايكوجينوليسيز، يكسر الجلايكوجين اللي عنده، ايش كمان؟ يبني جلايكوجين بالجلوكونيوجينيسيز، تمام، وبيفعل مين كمان؟ البيتا اوكسيديشن من اجل انتاج اسيتيل كو لانتاج الطاقه، تمام. هذه الاشياء بدها تصير. هلا فيش جلوكوز لانه كميته قليله، بس لازم ننتجه لانه حكينا بعض الانسجه ضروري جدا انتاجها. فخلايا الليفر شو راح تعمل؟ هيباتوسايتس راح تبدا تعتمد على الفاتي اسيد لانتاج الطاقه وانتاج مركبات اخرى. زي ما شرحنا سابقا الليبيد دروبلتس الموجوده في الاديبوس تيشو تبدا اللايبيزز تكسرها زي ما شرحنا، وتنتج فاتي اسيد وتطلعها مع الدم كارينج باي البومين، بتروح على الخلايا. لما بتوصل عند الليفر مثلا، الليفر بيبدا ايش يعملها يا شباب؟ الفاتي اسيد او اي خلايا ثانيه، بس هو بنحكي عن الليفر، تبدا ايش تعملها؟ بيتا اوكسيديشن، تحولها لاسيتيل كو اي، تمام. الاسيتيل كو اي عنده واحد من اثنين، ايش هما؟ اما يدخل تي سي اي سايكل انتاج الطاقة، وهذا اشي ممتاز. وخليك معي، هذا هو الاصل انه الاسيد الكويل انتاج الطاقة، مظبوط، بيدخل التي سي اي سايكل، ممتاز. هلا نتيجة نقص الجلوكوز زي ما حكينا شو بده يصير؟ بصير الجسم بده يعتمد على مين؟ على مركبات لانتاج الجلوكوز. احد هاي المركبات مين حكينا؟ الاوكزالو اسيتيت. فبتبدا الخلية تسحب الاوكزالو اسيتيت من التي سي اي سايكل، وعبر الجلوكونيوجينيسيس تستخدمه في انتاج مين؟ الجلوكوز، تمام. والجلوكوز بيطلع للدم وبيغذي كافة أنحاء الجسم، هذا الكلام بنعرفه. طب هذا العمل شو بيؤدي؟ صح أنتجنا جلوكوز وبدينا ننقذ في الأنسجة، ولكن بيؤدي لمين يا شباب؟ لتراكم الأسيتيل كو إي. ليش؟ لأنه ما في أوكسال أسيتات يرتبط معه. صحيح؟ أكيد صحيح. طب شو بدنا نصير في الأسيتيل كو إي؟ مستر ليفر يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى استخدم هذا الأسيتيل كو إي في إنتاج وقود جديد بنسميها الكيتون باديز. يبدأ يعمل كيتون بادي او كيتون بادز فورميشن. الكيتون بادز عباره عن ايش؟ وقود جديد مبني من الاسيتيل كو اي.
يبدا يربط الاسيد الكوينز مع بعضهم البعض ويطلع الكوينزيم A تمام حتى يكون مركبات اللي هم الكيتون بودز اللي هم مين مركب اللي هو اسمه اسيتو اسيتيت بيتا هيدروكسي بيوتيريت والاسيتون هذه الثلاث مركبات بنسميهم كيتون بودز اوكي كيتون بودز لاحظ الكيتون بودز بنتجها الليفر وين يا شباب مع السلامه بيطلع لك على الدم كافه انحاء الجسم تستخدم عضلات القلب العضلات السكيليتال البرين لاحظ الليفر سبحان الله يعمل شيفتنج في الميتابوليزم تبعه ما عاد يستخدم الجلوكوز لانتاج الطاقه اللي هو يعني وقف الجلايكوليسيس بالعكس شغل مين جلوكوجينيسيس في المقابل تمام بدا يستخدم الفاتي اسيد لانتاج الطاقه تبعه من خلال تي سي اي سايكل بيت اوكسيديشن تي سي اي سايكل وايضا ايش يا شباب عمل شغلتين انتج جلوكوز وطلعه للدم وانتج وقود ثاني هو الكيتون بودز وطلعها كمان للدم شوف كيف الليفر واهميه الليفر الله يرضى عليكم بيتا وين يصير تفاعل بيتا وين بيصير يا ابوي شو رايك هو يا اخ حسام البيتا اوكسيديشن وين بدها تصير في الميتوكوندريا والتي سي اس سايكل في الميتوكوندريا الكيتون بادز تنتج في الجسم بس عادة الكيتون بادز لما تنتج في الجسم يا شباب تنتج في حالة من حالتين إما في حالة مرضية زي مين يا شباب الأوفر برودوس في حالة الديابيتس السكر الغير منظم أو الغير معالج بشكل جيد وأيضا ممكن تنتج إيش فسيولوجيا في حالات المجاعة فعنجوز واحد فيكم يحكي لي يعني هو حالة مجاعة فسيولوجية أنا قصدي إنه الجسم وأنا أنت مش في حالة مرضية ولكن نتيجة الجوع فرض حالك صايم بس ما المسا نسيت تفطر وصمت كمان يوم زيادة طبعا شرعا لا يجوز هو يوم واحد الصيام واضح فاذا الجسم بيبدا ايش يا شباب حكينا ما في جلوكوز كفايه بيبدا اعتماده على الفاتي اسيدز الموجوده عنده اوكي طيبين الجسم راح ينتج الكيتون بادز الكيتون بادز راح يصير له اوفر برودكشن متى في حالات الدايابيتس الان كنترولد يعني دايابيتس ديورينج الستارفيشن اللي هو اللونج فاستنج في هاي الحاله شو اللي صار عندنا يا شباب احنا زي ما انتم عارفين ايش اللي صار نقص الجلوكوز مظبوط نتيجه نقص الجلوكوز بدنا نشغل مين جينيسيس الجلوكونيوجينيسيس طبعا بروموتد باي مين الهرمون الاخري الميكانيكيه اللي شرحناها سابقا اوكي عشان تمشي مين بدها مين حكينا قبل شوي المركب اي واحد الاوكسالو اسيتيت فبتبدا تسحب الاوكسالو اسيتيت من مين من التي سي اي سايكل فالتي سي اي سايكل راح يصير ابطا هذا يؤدي لايش يا شراكم مين تي سي اس تراكم الاسيت الكو اي فالاسيت الكو اي اللي بدا يدخل اللي كان بده يدخل تي سي اس سايكل صار له طريق لانه بده اوكسالو اسيت والاوكسالو اسيت سحبناه للجلوكونيوجينيسيس فبيبدا يتراكم اوكي الاكوميليشن اوف ذس اسيت الكو اي الخليه بدها تتعامل معه بدها تتعامل معه ليفر كونتينز اونلي ليميتد اماونت اوف كوينزيم هلا انتبه معي في هاي الحاله لما بتراكم الاسيت الكو اي كميه الاسيت الكو اي الموجوده داخل خليه الكبد كميه محدوده إذا استهلكناها في إنتاج أسيت الكوي كمان راح أيضا راح يضل عندنا أسيت كوينزيم إيه راح توقف مين كمان البيتا أوكسيديشن صح ولا لا راح توقف البيتا أوكسيديشن إذا لابد من وجود طريقة لإنتاج مين أو لإعادة تحرير الكوينزيم إيه عشان نقدر نمشي التفاعلات أكثر فأكثر صح ولا لا تراكم الأسيت الكوي كل جزيئات الكوي صارت إيش مربوطة مع مركبات الأسيتات أوكي صح ولا لا صفت ما راح نمشي الباثويز الأخرى لأنه بدنا كوي فمننا نجيبها لازم نعيد تحريرها فالاسيد الكوي اكوميليشن تايز اب شايف موست اوف ذا كوينزيم اي ات بيكمز ليس افيلبل فور بيتا اوكسيديشن اللي بصير لايش سلو داون البيتا اوكسيديشن طيب شو لازم نعمل تبدا الخليه تعمل ايش يا شباب تعمل اسيد الكوي كوندنسز ايش بنبدا نربط الاسيد الكويز مع بعضهم البعض لانتاج مين على مركبات بنسميها الكيتون بادز هذه العمليه بتحرر لنا مين يا شباب عملنا فريينج للكوينزيم اي اللي بروح بعدين وين البيتا اوكسيديشن عشان تكمل شغل واضح الكيتون بادز ار يوزد هاي الكيتون بادز اللي انتجناها صح الغايه الاولى كانت انتاج مين كوينزيم اي مش انتاجه عفوا اعاده تحريره كمان بتنتج لنا ايش يا شباب سبحان الله يعني ضربنا عصفورين بحجر الكيتون بادز بتنتج الكيتون بادز اللي تعتبر فيول ان اول تيشوز لايك سكيليتال اند هارت ماسلز البرين الرينال كولتكس كلها شباب حتى البرين يا شباب خلال المجاعة أو ما في جلوكوز كفاية بيعمل أدابتيشن وبيبدأ يستخدم مين الكيتون بوديز أوكي كمصدر أو كوقود أنت أوكي طبعا
بضل بده جلوكوز. ما تفكر انه لازم استخدم الكيتون بدل البرين ما بده، لا بضل بده بيستر الجلوكوز. الفورميشن اوف كيتون بودز ان ذا ليفر، كيف بتتم عمليه الفورميشن؟ كيتون بودز ار نورمالي برودوسد ريلاتيفلي لو ريت، تنتج بكميات قليله، ولكن ايش يا شباب لما بصير في تراكم للاسيتيل كو انزيم، تمام، شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير الاسيتيل كو وشح مركبات او نقص، حلوه كلمه شح، نقص مركبات الكو انزيم ايه، تبدا الخليه تلاقي حل. شو بتعمل؟ الانزيم الثايوليز اللي عمل فكهم عن بعض في البيتا اوكسيديشن، هذا الانزيم ايش بيعمل؟ يجي بيربط تو مولكيولز اوف اسيتيل كو، بيربط كربونتين مع كربونتين اربعه على شكل مركب مكون اربع كربونات بنسميه اسيتو اسيتيل كو. لاحظ هذا المركب شو عندنا؟ هي اول جزء كو انزيم ايه حررناه، تمام، تكون مركب اسمه اسيتو اسيتيل كو اي. هذا الاسيتو اسيتيل كو اي هو البيرنت كومباوند لمين؟ للكيتون بادز، تمام، البيرنت كومباوند للكيتون بادز. الخطوه اللي بعدها نفس بيجي عندنا انزيم ثاني اسمه اتش ام جي كو اي سينثيز. طبعا اتش ام جي كو اي اللي هي مكتوبه هنا اللي هي بيتا هيدروكسي بيتا ميثيل جلوتاريل كو اي، اللي هي اتش ام جي اختصارها اتش ام جي كو اي. هذا المركب الانزيم اتش ام جي كو اي شو بيعمل؟ بيجيب جزء اسيتيل كو اي ثالث بربطه كمان على الاثنين هذولا، وحرر هنا ايش يا شباب؟ هاي جزء ايش؟ كو انزيم اي. صرنا محررين واحد هون واحد، تمام. هلا الناتج مركب مكون من كم كربونه؟ بدينا بكربونتين كربونتين، انتجنا في الوسط اربع كربونات، وهلا حولناه الى مركب من ست كربونات عليه جزء كو انزيم واحد. هاي العمليه حررنا تو مولكيولز اوف اسيتيل كو اي، تمام. هذا المركب الناتج اسمه اتش ام جي كو اي، هو تا هيدروكسي ميثيل جلوتاريل كو اي، تمام. شو بدنا نعمل له هذا؟ هذا المركب يا شباب عن طريق انزيم لاييز، اسمه لاييز، بده يكسر فك. شو بيسوي يا شباب؟ بفك جزء اسيتيل كو اي، بيطلعوا از اسيتيل كو اي. المتبقي لاحظ مركب مكون من اربع كربونات، ايش مالهم؟ اسمه اسيتو اسيتيت. هذا الاسيتو اسيتيت هو يا شباب ايش؟ اول واهم كيتون بادي. ليش؟ لانه هذا الاسيتو اسيتيت اذا عملت له حضرتك ريدكشن، شايف ريدكشن عن طريق الانزيم بيتا هيدروكسي بيوتريت، اوكي، دي هيدروجينيز، استخدم الان اي دي اتش اتش بلس از سورس اوف الكترونز، بتحوله الى مركب ثاني اسمه بيتا هيدروكسي بيوتريت، عملنا له ريدكشن. هذا البيتا هيدروكسي بيوتريت هو ايش يا شباب؟ كيتون بادي رقم اثنين. او اذا عملنا له دي كاربوكسيليشن للاسيتو اسيتيت، شلنا كاربوكسيليك جروب، هنحوله الى مركب مكون من ثلاث كربونات اللي هو اسمه ايش؟ اسيتون، اللي هو المركب رقم ثلاث من الكيتون بادز. فهي الكيتون بادز اصحابنا الثلاث مركبات، واضح؟ هذه هي عمليه الفورميشن اوف كيتون بادز. وين بتتم هاي العمليه؟ بتتم في الماتريكس اوف ذا ميتوكوندريا. وين في عندك هاي العمليه؟ بنسميها كيتوجينيسيس. كيتوجينيسيس اللي هي انتاج الكيتون بادز. اوكي يا شباب، تمام، هاي العمليه كيتوجينيسيس زي ما حضراتكم شايفين. هلا البيتا هيدروكسي بيوتريت واحد فيهم از فيول ان ذا اكسترا هيباتيك تشو، لما بده يروح على الاكسترا هيباتيك تشو الانسجه الثانيه، بلاد ترانسبورت البيتا هيدروكسي بيوتريت ترانسبورتد فروم ذا ليفر تو ذا اذر تشو، صح؟ الاذر تشو شو بده يصير؟ دي ميتوكوندريا اوف اكسترا هيباتيك، في الميتوكوندريا للاذر تشوز، يعني بيجي مع الدم بيدخل على السيتوبلازم للخليه، ومن الخليه السيتوبلازم بيدخل على الميتوكوندريا. داخل الميتوكوندريا شو اللي راح يصير يا شباب؟ البيتا هيدروكسيبيوتريت هذا المركب المكون من اربع كربونات شو راح يصير له؟ عن طريق الدي هيدروجينيز انزيم، بتتذكر شو عملنا قبل شوي؟ احنا انتجناه من ابوه اللي هو مين؟ الاسيتو اسيتيت من خلال عمليه الريدكشن. هلا بنرجع بنعمل له اوكسيديشن، بناخذ منه التو كارب، بنرجع بنحوله لاسيتو اسيتيت عن طريق الانزيم اللي هو الدي هيدروجينيز. الاسيتو اسيتيت يا شباب عن طريق البيتا كيتو اسيل كو اي، لاحظ ترانسفيريز شو بنسوي؟ بنفعله مع جزء سكسين الكو اي. شو بنعمل بهي العمليه؟ بس بناخذ اللي هو الكو انزيم اي من السكسين الكو اي، بنعطيه للاسيتو اسيتيت، بيطلع السكسين الكو اي از سكسينيت، يعني بيرجع انترميديت سي اس، اوكي، ولاحظ واللي نتج مين؟ اسيتو اسيتيل كو اي. يعني عمليه وكانه بنعمل عكس مش عملناه قبل شوي، نعيد في عمليه البناء بس بالعكس الان، تمام؟ تذكروا من الاسيتيل كو اي بنيه الاسيتو اسيتيت بعد خلال الميثيل مانون الكو اي، صح ولا لا؟ اتش ام جي كو اي، مظبوط، خلى اتش ام جي كو اي، وبعدين حولنا الاسيتو اسيتيل كو اي لمين؟ لاسيتو اسيتيت،
عملنا له ريدكشن للبيتا هيدروكسيبيوتريت صح؟ هذا في الكبد. في الانسجه الثانيه العمليه العكسيه بتصير، البيتا هيدروكسيبيوتريت نعمل له اوكسيديشن نحوله لاسيتو اسيتيت، بعدين بنعمل له ايش ترانسفيريشن بننقل له مجموعه كوينزيم بنحوله لاسيتو اسيتيل كوي. الاسيتو اسيتيل كوي هو عباره عن ايش يا شباب؟ جزيئين اسيتيل كوي صح ولا لا؟ عن طريق الثيوليز صاحبنا ايش بنعمل؟ فصلناهم عن بعض باضافه جزيء كوينزيم اي بنتج عندك 2 اسيتيل كوينزيمز. بدينا باربع كربونات انتهينا باربع كربونات، اثنين هنا اثنين هنا. هذول التي سي اي بيدخلوا وين يا شباب؟ تي سي اي سايكل لانتاج الطاقه. شفت كيف؟ واضح؟ اذا ثلاث خطوات بنحول فيها البيتا هيدروكسيبيوتريت الى اسيتيل كو اي اللي بتدخل تي سي اي سايكل. هاي العمليه بنسميها يا شباب كيتولايسيس. كيتولايسيس. هلا النقطة المهمة اللي بدك تتذكرها وتعرفها يا شباب، شايف هذا الانزيم البيتا كيتو اسيل كو اي اللي هو ترانسفيريز شايفينه؟ هذا ايوه بعمل عليه دوائر انا قاعد. هذا الانزيم غير موجود وين؟ سبحانك يا رب، غير موجود في خلايا الكبد. لذلك الكبد خلايا الكبد كانت يوز ايش؟ الكيتون بوديز از ا سورس اوف انرجي. لاحظوا في حالات نقص الجلوكوز الكبد بنتج جلوكوز وبنتج كيتون بوديز واثنين ما بيستخدمهم طلعهم لبرا. واضح؟ لا يا ابني الكيتون بوديز ما لها علاقه بالجلايكوليسيس. الكيتون بوديز يا اخ عبد الرحمن راح تتحلل وتعطيك اسيتيل كو اي، الاسيتيل كو اي مباشره بتدخل اللي هي ايش؟ الستيج 2 على السي اي سايكل. ما لنا علاقه هنا، ما في شغل هنا، ما في عندك هنا مركب يدخل وين؟ على الجلايكوليسيس. واضح؟ تمام يا شباب؟ الله يرضى عليكم. لانه شايف الناتج النهائي هنا ايش؟ اسيتيل كو اي، الاسيتيل كو اي خلص عدينا الستيج 1، الستيج 2 مباشره بتدخل على وين؟ على السي اي سايكل انتاج. في عندنا حاله بنسميها كيتو اسيدوسيس، لو قسمتها نصين كيتو اسيدوسيس يعني في عندك انتاج كيتون بوديز وفي عندك اسيديتي بتصير، شو السبب؟ الكيتون بوديز انتبه مع الله يرضى عليك، لو رجعت للاستراكشر بس عشان تنتبه، شايف هاي ايش عباره عن ايش يا شباب؟ البيتا هيدروكسيبيوتريت، هاي كربوكسيليك جروب ولا ايش؟ هاي كربوكسيليك جروب، لو حطيت اتش هنا صح؟ هو عباره عن ايش؟ اسيد، هو بيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد. الاسيتو اسيتيت حط الاتش هو ايش؟ اسيتو اسيتيك اسيد. صح ولا لا؟ فهي عبارة عن أسيد، الكيتون بوديز عبارة عن أسيد كومباوند عشان تكون عارف، تمام؟ كيتون بوديز ار اوفر برودوس ان انتريتد دايابيتيز اند ستارفيشن زي ما حكينا. لما تطلع من الكبد للدم وهي عبارة عن أسيد كومباوند راح تعمل ايش يا شباب؟ راح تأثر على مين؟ على الأسيديتي اوف ذا بلد. بالنسبة للأسيتون إذا زاد تركيزه في الدم، أوكي؟ هو علامة مميزة لمرضى السكري، كيف يا شباب؟ يعتبر دايجنوستيك لمين؟ للدايابيتيس. تعال شم نفس المريض، شفت الاسيتون اللي بنستخدمه في ازاله الطلاء وبيستخدموه البنات في ازاله المانيكير ومش عارف ايش؟ هو نفسه. بتيجي على الشخص لو شميت نفسه، نفسه له رائحه، رائحه عطريه نوعا ما اللي هي رائحه الاسيتون. فيعني من هون بتقدر تعرف لو صليت جنب واحد في المسجد او اذا عندك حد كبير في السن في البيت السكري تبعه مش منتظم، بتعرف انه السكري تبعه مش منتظم او انه مش ماخذ العلاج او بياخذ العلاج بشكل خاطئ. هاي علامه فارقه لمين؟ لتبعون السكري. تمام يا شباب؟ اللي هو ايش بصير نفسهم ريحته اسيتون عادي. اكيد حد فيكم صلى له جنب واحد باختياره شم ريحه نفسه او الى اخره. هذا من الاسيتون الناتج من تراكم الايش؟ الكيتون بوديز. هاي حاله. الشغله الثانيه طبعا سبحان الله بتعرف انه تراكم، بتعرف انه هذا الشخص ايش ماله؟ سكري بده ضبط عنده مزبوط. المساله الثانيه زي ما قلت لك انه هذه الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدروكسي هم عباره عن اسيد. لما سيلهم ديسوسيشن تفك الاتش بلس تبعهم صح؟ شو راح تعمل الاتش بلس؟ راح تاثر على مين؟ على الاسيديتي اوف ذا بلاد، فبصير عندهم ايش؟ حاله زي بنسميها اسيدوسيس اللي هو بتنخفض البي اتش تبع البلد. تمام؟ هلا كيتوسيس يعني ايش؟ تراكم اللي هو ايش؟ الكيتون بوديز. الكيتون بوديز ان ذا بلد ايش مالهم؟ بيبدوا يتراكموا وبيبدوا يطلعوا وين كمان؟ في اليورين يا شباب. تيجي تراكمهم في الدم بتبدا الكليه ايش؟ تتخلص منهم، نقلل تركيزهم فبيبدا يصيروا تركيز عالي في الدم وبصير لهم تركيز وين؟ في اليورين، بيطلعوا من خلال الكليه مع اليورين في انديفيدوال وذ انتريتد دايابيتيس. اوكي هذه اوكي يا شباب الكونديشن بنسميها كيتوسيس. فعندك اسيدوسيس ومع كيتوسيس شو سمينا الحاله؟ كيتو اسيدوسيس. واضح؟ هلا هذا الكلام يا شباب يعني خلينا نحكي نوعا ما بيصير في حالات الفسيولوجيه العاديه، يعني اذا شخص عنده مجاعه ما عندوش اكل تمام بدا يلجا للكيتون بوديز كسورس اوف انرجي، لاحظ انه الكيتون بوديز اللي المفروض اذا جسمه سليم
اللي يبنى من الكيتون بودز يستهلك كمصادر للطاقه، بالتالي ايش راح يتراكم عنده، ما راح يصير عنده كيتو اسيدوسس الا اذا عنده مشاكل اخرى. هلا خليك من مساله الكيتو دايت اللي بيصير كمان الناس اللي هم بيستخدموا فيري لو كالوريز دايت، هذا اكيد بده يصير اسمه كيتو دايت يا ابني، من اسمه كيتو دايت الغايه منه انتاج الكيتون بودز. بس الاصل انه ما يتراكم عندهم اذا كان بكميات محسوبه ومدروسه، فهي له مشاكل الكيتو دايت. يعني انا من الناس اللي مش معه كثير. يعني هلا الناس اللي بيستخدموا دايت وبيستخدموا اللو او فيري لو، مش لو حتى، فيري لو كالوريز دايت، اللي بيستخدموا مصادر طاقه قليله جدا، ليش؟ لانه هذول الناس بيبقى يوزنج الفات ستور، بيبدا جسمهم يستهلك، حكينا الفات اللي عندنا صح تمام، نتيجه استهلاك الفات راح يزيد انتاج مين، انكريز الكيتون بوديز ليفل، فممكن يصير عندهم ايش على المدى الطويل، يعني يصير عندهم كيتو اسيدوسس كمان. واضح يا طيبين؟ الله يرضى عليكم. فلذلك اي حد بده يعمل دايت، الدايت زي ما حكينا مش مطلق، الوقت مقيد، تعمل اسبوع اسبوعين فتره معينه بتريح. والدايت يا شباب اي دايت بدكم تعملوه نصيحه لوجه الله، يعني انتم حرين، يجب ان يشتمل على كربوهيدرات، ويشتمل على دهون، ويشتمل على بروتين طبعا بالاضافه للمينرالز والفيتامينز، هذول اساسيات في اي دايت تمام. ليش؟ لانه انا بدي الجلوكوز او الكربوهيدرات، لانه بعض الانسجه ايش بدها، بس بتكون كميته قليله في الدايت، بس لازم يكون موجود تمام. وكميه الدهون كمان لازم تكون موجوده، وكميه مين البروتينات مهمه جدا. هلا وجود الكربوهيدرات يا شباب عشان تكونوا عارفين، غير انه بس هو مش فقط مصدر للطاقه اولي، كمان بيحمل البروتينات استخدامها لانتاج الجلوكوز، لانه طالما في عندك جلوكوز ما راح نكسر امينو اسيدز، بالتالي ما راح تضعف العضلات اوكي عشان ننتج منها جلوكوز، صح ولا لا؟ فهو مهم جدا الكربوهيدرات. ففي اي دايت بدك تعمله يا شباب يجب ان يحتوي على كربوهيدرات. وافضل دايت ممكن تعمله الا لغايات مرضيه، هذيك حالات معينه، انك تقلل عدد الكالوريز بس. اعمل لك مثلا برنامج بيعطيك مثلا 1500 كالوري، لو جيت تشوف البرامج اللي بتعطيك 1500 كالوري شو راح تجدها مقسمه؟ ثلاث عناصر غذائيه، راح تعطيك كربوهيدرات، راح تعطيك فات، راح تعطيك بروتين، طبعا بنسب مختلفه. اكثر شيء راح يكون الكربوهيدرات في اي برنامج للعلم، بس محسوبه بالاخر عشان تعطيك ال 1500 كالوري. تيك كير يا شباب وات يور سيلف. اوكي الريجوليشن اوف فاتي اسيد سينثيسيس اند بريكدن، طبعا حكينا دخلنا السينثيسيس هنا، السبب في ذلك انه ما راح يكون في عندك بناء وتكسير في نفس الوقت مزبوط، فهم بيكونوا ايش ريسيبروكالي الريجوليشن. المحاضره الجايه راح نحكي على السينثيسيس ان شاء الله. وين ذا دايت بروفايدز ريدي سورس اوف كربوهيدرات اللي هو فيول، البيتا اوكسيديشن ايش مالها، فاتي اسيد ايش مالها، بتصير نيسيسري صح، لانه في عندك جلوكوز فخلص بشغل الجلايكوليسيس وبينتج منها البايروفيت والاسيتيل كو اي وبتشتغل الى اخره. هلا في الليفر زي ما حكينا ان ذا ليفر الفاتي اسيد كو اي اللي هو الفاتي اسيد المنشط اللي يتم انتاجه في السيتوسول عنده واحد من اثنين، لما بتعمل انت بيتا اوكسيديشن او عفوا يعني بيجيك الفاتي اسيد من الطعام، بما انك تناول الطعام دخل على الخليه بيدخل على السيتوبلازم مزبوط. هلا في السيتوبلازم عنده واحد من اثنين، اما بيدخل على الميتوكوندريا وبصير له بيتا اوكسيديشن وعادي خلاص ننتج طاقه، او في لاحظ في السيتوبلازم زائد من الفاتي اسيد بنستخدمه في بناء الترايس الجليسرولز والفوسفوليبيدز، اذا بنستخدمه في بناء الدهنيات الاخرى. طبعا الدهنيات الاخرى زي الترايس الجليسرولز والفوسفوليبيدز ايش مالها؟ اذا بتزيد عن حجم الخليه بيتم ايش؟ تخزينها وين؟ في الخلايا الاديبوز الشو زي ما ذكرنا سابقا تمام. طيب شو الريجوليشن للبيتا اوكسيديشن؟ لاحظ البيتا اوكسيديشن ديبندس اون وات، عشان تصير البيتا اوكسيديشن يا شباب شو لازمنا؟ لازمنا فاتي اسيد. اذا والبيتا اوكسيديشن وين بتتم؟ في الميتوكوندريا. والفاتي اسيد وين موجوده؟ سواء بناء او هيك في السيتوبلازم. اذا اهم خطوه هي ايش يا شباب؟ ادخال اللونج تشين فاتي اسيد لمين؟ لداخل الميتوكوندريا. اذا ما دخلت فاتي اسيد ايش؟ سلامتك، ما عندك ايش؟ بيتا اوكسيديشن. اذا ذا ثري ستيب بروسيس اللي هي الكارنيتين شاتل اللي هي نقل الفاتي اسيد من خارج من يعني من السيتوبلازم الى الميتوكوندريا هي المهمه. باي ويتش فاتي اسيد اسيل جروب كان كاري فروم سيتوسول فاتي الى اخره، هي الريت ليميتنج ستيب اللي بتتم بالماتريكس اوف ذا ميتوكوندريا. اذا ريت ليميتنج ستيب البيتا اوكسيديشن مش في البيتا اوكسيديشن، هي ما قبل البيتا اوكسيديشن، هي ايش يا شباب؟ هي ادخال الفاتي اسيد لمين؟ داخل الميتوكوندريا، لانه اذا ما دخل
الميتوكوندريا الفاتي اسيد ما في اوكسيديشن. اذا لاحظ once الفاتي اسيد اللي هو يعني الاسيد اللي هو الاكتيفيتد فاتي اسيد جروبس انتر ذا الميتوكوندريا انت ايش خلص ضمنت ايش حدوث البيتا اوكسيديشن خلص انتهى النقاش. طالما الفاتي اسيد دخل الميتوكوندريا على طول بيبدا يصير عليه بيتا اوكسيديشن وانتاج الاسيد الكو اي. فهي العمليه بنسميها بوينت اوف ريجوليشن اوكي اللي هو الضبط عند نقطه معينه بوينت اوف ريجوليشن اوكي يا شباب. هذا اول ريجوليشن للفاتي اسيد اللي هو الانترنس اوف وات فاتي اسيد كو اي لمين لداخل الميتوكوندريا. النوع الثاني بنسميه شورت تيرم ريجوليشن اللي هي مركبات بدها تحكم. لاحظ في عندك مركب اسمه المالين الكوين. المالين الكوين رح نحكي عليه المحاضره الجايه هو المركب المستخدم في بناء الفاتي اسيدز. فبدك تبني الفاتي اسيد اوكي بتكون هذا المركب المكون من ثلاث كربونات مش مشكله. هلا لما تبني هذا المركب رح نحكي عليه بعد يعني مش اليوم اظن مش اليوم المحاضره القادمه. هاي كونسنتريشن اوف مالين الكوين بروح بياثر على مين يا شباب على الكات 1 الويز مسؤول عن ادخال الفاتي اسيد كو اي الى داخل الميتوكوندريا فبيوقف العمليه وقفت البيتا اوكسيديشن. النقطه الثانيه اللي هي ان اي دي اتش ان اي دي بلس ريشيو تبعهم تتذكر قلنا طالما في ان اي دي اتش عالي نوعا ما بتحكي انه في عندي انف انرجي فيش داعي ننتج. فاذا ارتفع تركيز الان اي دي اتش اوكي هذا راح يؤدي الى مين يا شباب انهبيشن لمين للبيتا هيدروكسي كو اي دي هيدروجينيز الانزيم الثالث في البيتا اوكسيديشن صح ولا لا. خلص ما انا عندي ان اي دي اتش كافي ما في عندي ان اي دي كافي فبوقف هذا الانزيم يوقف البيتا اوكسيديشن. هلا ارتفاع تركيز الاسيت الكو اي هي تثبط مين الانزيم اللي بينتجه اللي هو الخطوه رقم 4 البيتا اوكسيديشن. هلا في عندي نقطه كثير مهمه اللي هي ايش الاي تي بي والاي ام بي. قلنا الاي ام بي يعتبر حساس الطاقه الخليه. اذا ارتفع اذا نقص تركيز الاي تي بي وزاد تركيز الاي ام بي يعني الريشو بينهم انخفضت اوكي هذا الحكي راح يؤدي لايش يا شباب اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن. لاحظ during the vigorous muscle contraction لما بتلعب رياضة أو إذا أنت صايم الـ ATP شو مالها راح ينخفض تركيزها صح ولا لا؟ بالتالي الـ AMP هو اللي راح يزيد تركيزها. So drop in the ratio لما تنقص نسبة الـ ATP وتزيد الـ AMP راح تنشط إنزيمات نسميها AMP kinase. هاي الـ AMP activated protein kinase cyclic AMP هذا AMP أوكي يا شباب هذا الـ activated protein الـ AMPK شو راح يعمل راح بما أنه kinase راح يعمل phosphorylation راح يروح يعمل فوسفوريليشن وينهبش اللامين لانزيم بنسميه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. هذا لسه ما اخذناه. هذا الانزيم اللي هو الكاربوكسيليز هو المسؤول عن بناء مين المالون الكو اي هذا المركب راح نحكي كمان شوي ان شاء الله او يعني المحاضره القادمه. وبالتالي انتج هذا المركب وقفت البيتا اوكسيديشن. واضح يا شباب انه تمام ولا نشطتها شو رايكم؟ إذا أنتج هذا الإنزيم إيش بصير له؟ بتنتج المالون الكوي بتوقف البيتا أوكسيديشن. بس أنا هنا ما بدي أنا أوقف البيتا أوكسيديشن. فلاحظ إذا عملنا فوسفوريليشن لهذا الأسيتيل كو إي اللي هو بنسميه ACC إنزيم كربوكسيليز الفوسفوريليتد فورم منه هو الإن أكتيف. بالتالي ما راح ينتج المالون الكوي إي بالتالي راح تضل ماشية مين؟ البيتا أوكسيديشن لأنه في إدخال لأنه ما ثبط الكارنتين أسيتيل أوكي أسيل ترانسفيريز 1. واضح؟ أوكي يا شباب؟ تمام؟ الله يرضى عليكم. وضحت العملية؟ إذا هذا الإنزيم اللي هو الأي سي سي إذا اللي بنتج المالون الكو إي إذا بعمل له فوسفوريليشن قل نشاطه اللي هو الإن أكتيف فورم منه. إذا قل نشاطه قل المالون الكو إي نشط الكات 1 أخذت الفاتي أسيد للميتوكوندريا اشتغلت البيتا أوكسيديشن. تمام يا طيبين؟ مين بنشطه؟ إنزيم اسمه أي أم بي كي أي أم بي أكتيفيتد كاينيز. تمام؟ إن شاء الله رب العالمين. مرة ثانية هاي العملية بس بالصورة يعني اوكي بس نحكي هذا. لاحظ هذا الاي سي سي انزيم الان اكتف فورم هو الفوسفوريليتد اوكي والاكتف فورم هو دي فوسفوريليتد بحول الاسيت الكو اي الى مالون الكو اي. المالون الكو اي زي ما شرحت لك روح بيثبط عملية ادخال مين الفاتي اسيد الى داخل الميتوكوندريا عن طريق تثبيط الكات 1. لاحظ هذا الانزيم مين بيعمل له دي اكتيفيشن اللي هو الاي ام كي زي ما شرحنا اللي بيتم ايش تنشيطه من خلال لو ريشيو اوف اي تي بي على الاي ام بي. اوكي طيبين وهذول النقطتين اللي هم الشورت تيرم ريجوليشن اللي شرحناهم تثبيط اللي هو تاثير الان اي دي اتش وتاثير الاسيتيل كو اي. في عندك شيء اسمه لونج تيرم ريجوليشن بيكون عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق الهرمونز اللونج جين اللي هو الجلوكاجون والابنفرين اللي بتشتغل من خلال مين يا شباب؟ السايكليك اي ام بي. وزي ما حكينا السايكليك اي ام بي ايش راح تعمل؟ تعمل ايش اكتيفيشن للكاينيز. الكاينيز راح يعمل فوسفوريليشن لانزيم زي الاي سي سي
اللي هو نفس الفيجر هنا هيا عندك حالتين هنا في حال نقص الجلوكوز اللي هو انتاج الجلوكاجون راح ينشط البروتين كاينيز A راح يعمل فوسفوريليشن للاي سي سي يحوله الى الان اكتف فورم بالتالي راح يوقف انتاج الميلانين كو A ويتم انتاج الطاقه من خلال البيتا اوكسيديشن. اما في حال ارتفاع مستوى السكر في الدم راح يفرز مين قبل الانسولين. الانسولين ايش بيعمل يا شباب؟ ينشط الفوسفاتيز. تذكروا الفوسفاتيز شو راح يعمل؟ راح يرجع يحول الاي سي سي من الان اكتف الى وينتج الميلانين كو A اللي راح يثبط مين البيتا اوكسيديشن وينشط مين انتاج الفاتي اسيدز ان شاء الله رب العالمين. شو ضل عندنا هنا؟ هذا السلايد اللي هو انا كنت بحكي فيه لانه هو تاثير الانسولين وتاثير الجلوكاجون نفس الكلام اللي انا ذكرته السلايد السابق اللي هو هنا. الله يرضى عليكم. تمام، اذا حد عنده اي سؤال بيراجعني فيه ان شاء الله. اوكي يا شباب، جزاكم الله كل خير واسف على الاطاله دقيقتين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب.